السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، بعد الفيديو راح أتكلم عن عملة تيرا لونا وراح أتكلم عن عملة الميتاميرس. طبعا راح أتكلم كيف تحسب الايردروب اللي راح يوصلك من عملة لونا الجديدة حسب عدد القطع اللي معك وحسب السعر اللي اشتريت عليه. خليكم أصدقائي معنا لنهاية الفيديو، لكن أما بش فيديو أصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، أسفل الفيديو رابط قناتنا التليجرام وفي رابط شراء عملة الميتاميرس، باقي على انتهاء الاكتتاب 3 أيام فقط. إذا حاليا لم تشتري من عملة الميتاميرس وإذا انتظرت حتى تنطرح العملة على أحد المنصات، السعر الحالي موجود أصدقائي ما راح تشوفوه أبدا. ممكن العملة مهددة تعمل ما بين 10X إلى 20X. خليكم مع أصدقائي لبعد الانترو. طبعا أصدقائي، نقطة أولى بنتكلم عليها عن منصة كوكوين. طبعا منصة كوكوين المنصة الأولى اللي غيرت اسم عملة لونا أو عملة تيرا لونا إلى عملة لونا كلاسيك أو عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي، هي أول منصات اللي قامت بإزالة عملة لونا وأول المنصات اللي قامت بطرح عملة تيرا لونا، والسعر وصل عند الطرح إلى 0.3 أصفار 4.5، يعني تقريبا 0.4 أصفار 45. كان الرقم مرتفع جدا جدا، بينما باقي المنصات أغلقت التداول على عملة تيرا لونا أو عملة لونا كلاسيك، وصلت كوكوين فتحت التداول قبل جميع المنصات. طبعا والاشخاص اللي اشتروا على منصة كوكوين مثل ما تكلمت انا ومثل ما نصحتهم بالفترات السابقة، كان بيقدر بيبيع اذا هو مراقب متى الطرح عملة تيرا لونا. اذا هو مراقب متى الطرح كان ممكن يستفيد من هذا الارتفاع. طبعا راح اترك لك رابط منصة كوكوين اسفل الفيديو حتى تسجل على المنصة، مدعوك تسجل عن طريق الرابط موجود اسفل الفيديو. لكن اصدقائي، قبل ما نكمل الفيديو شرح سريع راح يكون عن عملة الميتاميرس وعن اخر اخبار عملة الميتاميرس. طبعا اصدقائي، بالنسبة لاخبار عملة الميتاميرس اصدقائي، اليوم ظهر الاعلان الخاص فيها على منصة كوين جيكو. هذا الاعلان اصدقائي بيعطيه قوة وبيعطيه امان للعملة. طبعا طرحها راح يكون على منصة بانكك سواب في يوم 1/6. وطبعا اصدقائي، عندي المؤسس الخاص بعملة ميتاميرس عم بيقول انه المستثمر راح يتفاجأ بعد طرح عملة الميتاميرس على منصات، عم بيقول راح يتفاجأ وراح تفوق التوقعات الخاصة بكل مستثمر. هذا شرح صريح عن آخر أخبار عملة الميتاميرس. طبعا أصدقائي، بالنسبة للإيردروب الخاص بعملة تيرا لونا، طبعا راح أترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو، الموقع الخاص بالإيردروب الخاص بعملة لونا، أو هذا الموقع اللي بيعرف لك كم عدد قطع راح تصل عليها من عملة لونا 2.0 أو 2.0، هاي العملة الجديدة الخاصة بشركة تيرا لونا. طبعا وعدوا بتعويض الاشخاص المتضررين اللي اشتروا عملة لونا بسعر مرتفع، قالوا راح يوزعوا عليهم عدد قطع مجانية في الاكتتاب الجديد او في الايردروب الجديد. طبعا اصدقائي، بالخانة الاولى بنكتب عدد القطع، لكن كيف بدي اعرف عدد القطع؟ اول شيء اصدقائي، لازم اعرف الاسعار اللي اشتريت منها. طبعا في الخانة الاولى اذا انا اشتريت بسعر 0.3 أصفار 13 فما فوق، طبعا انا بكتب مثلا انا اشتريت عدد قطع بقيمة 4 مليون قطعة، هاي 4 مليون قطعة اصدقائي، وانا اشتريت بسعر 0.4 أصفار 13، تمام. طبعا انا بحصل على 57 قطعة، 57.9. في بداية الايردروب بحصل على 17 قطعة من العملة، طبعا والباقي القطع 40 قطعة بتتوزع او بحصل علي بعد 24 شهر، يعني بعد عامين. لهيك اصدقائي، اللي اشتروا مبالغ كبيرة على امل انه يحصلوا على ايردروب، طبعا الايردروب بطول تقريبا عامين لتحصل على جميع القطع. طبعا انا حصلت مثلا على 57 قطعة بعد عامين حسب سعر العملة اللي بتطرح. ممكن تتوقع العملة تطرح ما بين سعر $5 الى $10. اذا طرحت بسعر $10 انا يعني حصلت على $580 من عملة تيرا لونا، لكن بحصل عليها بعد عامين. طبعا اصدقائي، نهاية الفيديو لكم انه بالخانة اللي فوق بتحط عدد القطع اللي اشتريتها حسب السعر الموجود، حسب السعر الموجود. وطبعا في الخانة هاي
تعرف كم عدد القطع اللي تحصل عليها كدفعة أولية. طبعا إذا اشتريت أنت بسعر الواحد دولار طبعا تطلع لك في الخانة الثالثة، وهو بيطلع لك في الخانة الرابعة المجموع. أصدقائي بكم وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المترقبين. مع السلامة، دمتم بخير.